أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن خدمة حجاج بيت الله الحرام منزلة عظيمة تشرفت المملكة العربية السعودية الشقيقة بها لعقود طويلة، وتميزت في كل عام بنجاح تنظيمها لهذه الشعيرة والتي تعد من كبرى الشعائر الإسلامية. ونوه سموه بالتميز الذي حظي به تنظيم حج هذا العام وما رافقه من تسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم بطمأنينة وأمان، معربا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية مواصلة هذا النجاح وتحقيق الإنجازات عاما بعد عام في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاعة اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان وكيل محكمة التمييز رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة. حيث نوه سموه بالدور الذي تطلع به بعثة مملكة البحرين للحج وما تقوم به من جهود مضنية لتسهيل أداء المناسك وخدمة حجاج بيت الله الحرام من مواطنين ومقيمين، والذي كان له بالغ الأثر في حصول مملكة البحرين على جائزة أفضل مكتب لشؤون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج 1444 للهجرة ضمن جائزة لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، معربا سموه عن شكره وتقديره لبعثة مملكة البحرين للحج وتهانيه لهم بهذه الجائزة. كما هنأ سموه حجاج بيت الله الحرام من أبناء البحرين بسلامة عودتهم، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل منهم حجهم ويغفر لهم. وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء اللجنة العليا للحج بالبدء في الترتيبات اللازمة مطلع سبتمبر المقبل لموسم حج 1445 للهجرة 2024 ميلادي، بما يتواكب مع البرنامج الزمني وخطة المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. من جانبه أعرب وكيل محكمة التمييز رئيس بعثة مملكة البحرين للحج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة لحجاج مملكة البحرين، والحرص على توفير كافة الخدمات للحملات والحجاج البحرينيين وتسهيل أداء المناسك بكل يسر وسلامة.